ويأتي المؤلف كذاب المدلس فيقول: كيف تقول إن المرتد يقتل والقرآن قال لا إكراه في الدين، والقرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ صح يا عم الشيخ، الآية صريحة، لا إكراه في الدين، إزاي بقى أنت اللي ساب الدين تقتله والإسلام بيقول ما فيش إكراه براحته؟ أوضح منها هتعملوا لنا فيها مشايخ أو قرآن؟ أهو مش ده قرآن؟ فمن شاء فليؤمن، من شاء براحتك، يعني الدنيا مرحرحة وحلوة زي الفل، ومن شاء فليكفر. عاملين مشاكل ليه انتوا بقى؟ ده قرآن يعارض الحديث، يبقى كده الحديث ده ضعيف، ده في صحيح مسلم، ده في صحيح البخاري. يا عم بخاري مين ومسلم مين؟ هو ودانا في داهية غير الكتب دي؟ داعية الإسلام الكبير في قناة القاهرة والناس عمال يهد وانت بتسمع. ومنا من إذا عقلت الحمر لن يعقل هو، أعاذنا الله وإياك، لأن كلام الظلمة وافق هوى عنده فثبت واستقر على أنه الحق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده صريح يا عم الشيخ في حرية الكفر. تؤمن انت بعد ما القرآن يقول انت وحر في كفرك وفي عبادتك وفي إيمانك، تيجي تقول لي اللي يكفر تقتله؟ لا، راجع نفسك، ذاكر، روح ذاكر. أقول لك كتاب الله للكل وتفسيره واستنباط الأحكام منه ليس للكل، ولو ردوه إلى مين؟ إلى الله وإلى الرسول ومين تاني؟ أهل العلم بقى، مش الناس اللي واقفة على الناصية، مش اللي قرأ الآية غلط. انت قريت الآية غلط هتفسرها صح؟ حضرتك مش عارف تقرأ في المصحف هتشرح لي ديني؟ والله سمعت فاشلهم الأكبر بالأمس يقرأ آيتين خطأ. يا مولانا انت مش عارف تقرأ، هتبقى شيخ ومفسر ومجدد؟ الله، يا كانش حد غلب. طب شوف كده الآية بتقول ايه معناها ايه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيهم الحمر ايه؟ حرية الكفر، براحتك تكفر، براحتك تسلم، براحتك، ملناش دعوة. طب ده فهم خطأ. الدليل، لو الكفر مباح والأمر مدار على الإباحة، فعل المباح يقتضي عقوبة؟ الإجابة لا. الأكل مباح، الشرب مباح، لو ابنك كل تضربه؟ لا. تعاقبه؟ لا. أمال إيه اللي عليه عقوبة؟ المحرم المجرب. ففعل المباح لا يقتضي عقوبة، صح؟ تعال بقى اقرأ الآية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن مضارع مقترن باللام، فليكفر مضارع مقترن باللام، صيغة من صيغ الأمر. ماشي، كمل الآية. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دي عقوبة، وفي القرب تخلع القلوب. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. طب إذا كان الكفر مباح لما ذكرت العقوبة؟ يبقى ذكر العقوبة صرف الأمر عن المعنى الظاهري إلى معنى التهديد والوعيد، فالأمر للتهديد والوعيد، رب العباد يهدد الكفرة إن كفرتم بشديد العقوبة. يبقى تهديد يا عم الشيخ. يا عم الشيخ انت سباك خليك في السباكة، انت حداد خليك في الحدادة، انت طبيب خليك في الطب، انت مهندس خليك في الهندسة، ودع العلم الشرعية لمن بذلوا حياتهم له، خليك في تخصصك. تخصصك يقول لك لا،
انت عاوز تفهمني ان ربنا خد المشايخ على جنب وقال لهم اللي ما قالوش لحد؟ يا عم تعال على المصطبة، ما هذه اللغة السوقية؟ القرآن نزل للكل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ في تيسير للذكر، بس الفهم له رجاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا نبي أعلمكم، أقسم العلم بينكم بالعدل، بقول قال الله قال الرسول، بشرح الدرس لكل الطلبة، دي قسمة عادلة، ما قلتش لدول وسبت دول، قلت للكل، خطبت الجمعة بين الكل، مئات عشرات آلاف عشرات الآلاف ملايين سمعوا كلام، كنت عادلا في قسمة العلم بينهم لما سمع الكل. إنما أنا قاسم والله يعطي، المقصود بها الفهم كما قال ابن حجر. أنا قسمت العدل بين، قسمت بالعدل بينكم العلم، أسمعتكم العلم كلكم، لكن كل فهم زي كله ولا الفهم درجات؟ عطاء الفهم من من؟ من الله عز وجل. زي ما حضرتك ابنك بيمرض بتروح للسباك ولا للحداد؟ لا للطبيب. عاوز تبني بيت بتروح لمين؟ للمهندس. عاوز تسأل في الدين تروح لأهل العلم، ناس درست 20 و30 و40 و50 سنة، فهمت أن الأمر هنا خرج لمعنى التهديد والوعيد. الدليل يا مولانا ذكر العقوبة بعد ذلك دليل على أنه تهديد ووعيد وليس إباحة. زي إيه يا مولانا؟ ابنك بيلعب وعنده امتحان الصبح، وجارك ابنه بيلعب وعنده امتحان الصبح. الآباء في التربية أنواع وأصناف، واحد جه شتم ابنه وضربه وعنفه وعاقبه، اطلع يا ابن كذا واطلع فوق ذاكر يا فاشل، اطلع ذاكر، أدى ما عليه مع اختلاف في الأسلوب. التاني رايق كده قال لابنه براحتك تلعب، براحتك تذاكر، براحتك، مش هقول لك ذاكر، بس لما تطلع النتيجة واعرف ان انت سقطت مش هقول لك انا هعمل فيك ايه، ده انا هعمل وهساوي، هطلعك من المدرسة، هعلقك، هوديك تشتغل مع بليا الميكانيكي، تيجي مزيت وتروح مزيت، وهعمل وهمنعك من المصروف، وهاخد الفلوس من بليا الميكانيكي ومش هقبضك. كل ده اسمه ايه؟ تهديد وعيد. في عاقل يقول الاب اللي بيقول لابنه براحتك تلعب، براحتك تذاكر، براحتك، بس لما تطلع النتيجه وتسقط هتشوف عقوبتك. في عاقل يقول ان الابن، الاب ده بيقول للابن قوم العب، او الامران مستويان عندي، براحتك يعني مش هزعل يعني، ولا بيهدده؟ بيهدده. ايه اللي عرفك ان الاسلوب ده تهديد؟ ذكر الايه؟ العقوب. ادي بلغه المصطبه اهي قاعدين مع بعض اهو، فهمنا اهو. طب ابو جهل مش فاهم نعمل له ايه؟ نقول الجاهل لا يتكلم، ونقول له لا تهرف بما لا تعرف، ولا تتكلم قبل ما تتعلم. فدين الله للكل، لكن تعليم دين الله له رجاله. كلنا مسلمين وكلنا بنقرأ القرآن، كلنا نعلم القرآن، كلنا نعلم الشريعة، لا كلنا بنمرض وكلنا أطباء، ولا بنروح للطبيب؟ المرض ده أمر عام، إنما لما بتمرض بتبقى طبيب نفسك ولا بتروح للطبيب؟ بتروح للطبيب. اسمع لابن القيم يلخص ما نحن فيه، بيقول: والناس في دنيا الناس تحترز لطبيب الأبدان ولا تحترز لطبيب الأديان، مع أن مدار الأكوان على طبيب الأديان. والناس في دنيا الناس تحترز لطبيب الأبدان ولا تحترز لطبيب الأديان، مع أن مدار حفظ الأكوان على طبيب الأديان. طبيب الأبدان اللي هو الطبيب الدكتور المعالج، طبيب الأديان اللي هو الشيخ. عندك أي مرض كده في الإخلاص، في التوجه إلى الله، في صوابية العبادة، في صلاح العبادة، في قبول العبادة، تروح لطبيب الأديان اللي هو الشيخ. بيقول بقى الناس في الدنيا تحترز لطبيب الأبدان، يعني لما تروح لطبيب هتعمل عنده عملية في عينيك، قالوا لك ده عمل عملية الواحد وعمي قبل كده، هتعمل عملية ازاي ده؟ قالوا لك ده نسي الفوطة في قلب، في بطن الولية اللي كان بيولدها قبل كده،
تاخد ديلك في سنانك وتجري خايف على مين؟ على نفسك، صح؟ ولا بتقول سيبها لله؟ على افراق بتعلم وبتسالم؟ لا، مين؟ العمر واحد ورب واحد يا حاج. ايه؟ عند القلق على صحتك تجري على اصح طبيب وافضل طبيب واغلى طبيب وتبيع اللي وراك واللي قدام. طب طبيب الاديان